مقارنة بقى، يعني احنا دايما بنشوف بعض الفرق وخاصة الافريقية، وده من حتى من خلال الارقام انها بيكون عندها جراءة شوية خارج الملعب، ان هم بيلعبوا اولا بتبقى الاجواء افضل، الملعب بيكون افضل، النسب التهديفية بالنسبة لفيتا كلوب خارج ملعبه نسبة كبيرة، لكن اداؤه داخل الملعب يعني من خلال برضو مراقبتك ليهم، من خلال تحليلك ليهم وهم بيلعبوا جوه ملعبهم، ايه الحاجات اللي ممكن انت نطلعها وتكون ان شاء الله ايجابيه لصالح النادي الاهلي بكره؟ يعني هم يعني لو قارنا كده، عملنا مقارنه ما بين ارقامهم بره ملعبهم وداخل ملعبهم، احنا بكره هم هيلعبوا على ملعبهم، فهنركز اكتر على ملعبهم. تمام. هم مسجلين على ملعبهم 4 اهداف، بره ملعبهم مسجلين 8، فطبعا الضعف، بره ملعبهم بيسجلوا اكتر. استقبال الاهداف طبعا هو شباك نظيفه، لا هنا ولا هنا، يعني دفاعهم دفاع خلينا نتفق يعني ان هو دفاع ضعيف، يعني في كل المباريات بيستقبل اهداف. نيجي لمعدل الاستحواذ، على ملعبهم بيستحوذوا اكتر، بس انا برضو بشوفه مش الاستحواذ اللي هو يعني 61%، بس بشوفه يعني عشان الارقام دي، مباراه دور ال 32 كانت سهله، لكن اللي يتفرج على مباراه سيمبا هتلاقي ان سيمبا كان مستحوذ اكتر في اغلب الفترات. ده متوسط يعني، ده متوسط للمباريات، بتبقى سهله فالنسبه بتعلى، تمام. معدل التمريرات طبعا على ملعبهم اكتر، التمريرات الطوليه برضو متقاربه. معدل صناعه الفرص 8 على ملعبهم، وبره ملعبهم 5. نيجي لمعدل التصويب، ده مهم قوي، على ملعبهم 20 محاوله منهم 8 صح. الرقم الاهم بقى ان هم عاملين 8 محاولات من 20 بره منطقه الجزاء، من خارج منطقة الجزاء، تسديدات. بيعتمدوا اكتر على التسديدات والضربات الثابته من حوالين منطقه الجزاء، دي نقطه مهمه، ولازم بكره نحاول نقلل الفاولات اللي حوالين منطقه الجزاء. صحيح. لان بكره التفاصيل الصغيره اللي زي ضربات الجزاء هتفرق كتير، اللي زي الضربات الثابته او الضربات الركنيه، ممكن بكره المباراه برضو في اول ربع ساعه زي ما قلنا، او الضغط عالي في اول ربع ساعه او في فتره من الفترات تخلصها بضربه ثابته. صحيح. وخلي بالك كمان الضربات الثابته الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي، كل ما بتقلل الضربات الثابته او الفاولات حوالين ال 18، اولا بتقلل الخطوره، ثانيا مش عايزين احتكاك كمان جوه البوكس. صح. خاصه ان الحكم مش حلو، الحكم يعني الحكم يعني عنه، فما تديش كمان فرصه انك يكون في احتكاك جوه ال 18 بشكل كبير، وبالتالي تقليل عدد الضربات الحره خارج ال 18 هتبعدك شويه عن الخطوره بمعنى اصح. هو الحكم ليه يعني ليه موقف سابق ومش حلو معانا في مباراه النجم الساحلي لما طرد ايمن اشرف. فدي برضو بنحاول ان احنا نقلل الاخطاء حوالين منطقه الجزاء وجوه منطقه الجزاء، بحيث ان انت ما تسهلوش المهمه لو في مثلا حاجه فيها شك ومفيش فار بكره يعني.